جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسكن مع مجموعة هنا، وحيث أنهم لا يتكلمون بالنميمة وتجمعهم دائما على خير، فإني أخشى أن يقعوا في غير ذلك، وحينئذ أستشيركم كيف أوجههم فيما لو حصل ذلك لا سمح الله، جزاكم الله خيرا. أعلموا أنهم لا يقعون في النميمة، نعم، ومجلسهم مجلس خير، فما الذي تخشاه عليهم؟ يقول: أخشى أن يقعوا في ذلك. ما دام لم يقع منهم شيء وهم نعم. مشتغلون بالخير فالحمد لله، وأحسن الظن بهم. طيب. أما إذا رأيت عليهم ملاحظة فحينئذ تنهاهم عن ما يقعون فيه من الخلل. نعم.